الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. كيف لاحظتوا وطلق السيد والي العصابة الحملة التحسيسية لتلقيح المواشي على مستوى الولاية باجتماع ضم منمي بلدية أقورب، حيث تم صباح اليوم افتتاح الحملة السنوية في حظيرة أم النور التابعة لبلدية أقورب مقاطعة كيفة. هذه الحملة التحسيسية التي أطلقها السيد الوالي ستستمر ومواكبة للحملة مدة أشهرها كاملة، وسيتم إشراك المنتخبين فيها وحكام المقاطعات وعمد البلديات على مستوى الولاية. الهدف الأساسي من هذه الحملة التحسيسية هو إطلاع المنمين على الهدف الأساسي من الحملة، واللي هو حماية هذه الثروة عبر التحصين. ونقولوا عن عندنا أهداف يجب علينا في آخر الحملة نحصل عليها، باللي فيها شيء متعلق بالتزامات دولية موريتاني على غرار جميع الدول، خاصة ما يتعلق منها بطاعون المشترات الصغيرة، اللي هو هدف علينا في ظرف في سنة 2030 يتم القضاء على هذا المرض في العالم. وعندنا مولي هدف آخر متعلق بالأبقار، كيف تعرفوا عندنا ثروة كبيرة من الأبقار، وهدد هذا المرض اللي ينقاله التهاب الرئة والجنب الساري لدى الأبقار المعروف محليا ببوغليب. هذا المرض اللي هو عندنا هدف عنه حصنه 540 ألف رأس من الأبقار. نختار نقول عن السنة الماضية عندنا وصلنا الرقم قياسي تجاوز الهدف بأكثر من 10% من ما تم تحديده. هاي المناسبة اللي هي مجدد استعداد المندوبية لمواكبة المنمين جميع مشاكلهم، وأعلن ببانها مفتوحة، وأعلن الفرق ستجوب جميع قرى ومدن وأرياف الولاية، وعن عندها 4 أشهر وعلنها كافية لتلقيح هذا المخزون من الثروة الحيوانية. وأعلنهم واللي ما جاءتوا الفرقة مفتشيات على مستوى المقاطعات مفتوحة حد كامل، وقاعد يبقي فم فرق متنقلة يجي على مستوى المندوبية لعادة عنده عباط وقت عجل من إحاني الفرق الأخرى وتمشي معيك الفرق اللي ذيك إياها. ولين نقول علينا ما ميز هذه السنة هو قرار اللي اتخذه صاحب الفخامة السيد محمد بن الشيخ القزواني بمجانية اللقاحات الإجبارية اللي هي اللي قالوا بود من عطاء المشترات الصغيرة والتهاب الرئة والجنب الساري للأبقار معروف بوغلاي. ثم سبقات لقاحات اختيارية بالنسبة للمنمي، قال ما هي إجبارية، قال نحن مولي نحثوا على المنمين عنهم يدقوا ضدها بها اللي موجودة. هي شنو هي اللي قالوا التسمم الوشيقي اللي قالوا بوغويشيش ومرارة سواء عند الأبقار سواء عند الأغنام والجدري والرصيصة، هذه أمراض أخرى موجودة ويجب على المنمي لأنه يحصل حيوان ضده وتنباع بأسعار رمزية، بينما ذوك اللقاحين الذين ذكرت آنفا مجانية. وهذا هو السؤال.